يقول يا حي طعم العافية عقب الأوجاع، سبحان من بيديه حاجة عباده، أنا أشهد أني كنت للنوم طماع واليوم راسي ما يعافى الوسادة، عقب السهر والأدوية والتلواع ومخوة الدكتورة راعية العيادة، اليوم صوب السسترها مالي أسناع وكيس الدواء خليت رزقها أو زاده، والفضل للي رحمته قطت القاع ثم لبو زايد قوية الإرادة، منصور بن زايد الأجواد مرباع اللي كرم كفه مغطية بلاده، أبو هلا وأقرب ويا مرحب الساع عدا كرم حاتم ونحرة جواده، لشانت الدنيا وشاننا الأوضاع نزداد من زوده ونعطي الزيادة، حر النداوية ذكره الزايدية شاع ظهر على زايد زعيمة الريادة، فكت سبوه كل ملاحة مطلع تنومس القادح لأنها قيادة، اللي شلع من الأرض وافية وشلاع من قوباسه ما يخلي مراده، ما يلطم إلا الكايده عزم وطباع، مهمه الليل الظليمة وسواده على نوادر سيدي وقع وجماع، السيد النادر زعيم السيادة، لله دره يوم أمر ولا طاع إلا يسفرني وأمرها إفادة، في ذمتي لعيش مخلص وتباع لأمره وطاعة الأمر للشيخ عاده، تحت الأوامر فزعه وراسه فزاع عامر، ترى أمرك جهاد وشهاده، من دون راسك روس وذراعك ذراع ثور ونقوم حروب وإباده، أمرك يزيل الهم ويشيل الأوجاع، وطاعة ولي الأمر فيها عباده.